مساء الخير. في ناس كتير في مصر ضد التوك توك باعتباره بقى وسيلة دايماً بتيجي من وراها المشاكل والبلطجة وأزمة الزحمة والسواقة بأسلوب همجي بيبهدل في عربيات الناس. ده غير تحرش بعض سواقين التكاتك بالبنات والستات، وكمان استخدام التوك توك أحياناً في بيع المخدرات، ودي حاجات كلنا بنقراها أو بنشوفها على السوشيال ميديا. وفي ناس تانية بتشوف إنه ليه مميزات كتير، زي إن هو بينقل الناس الكبار والطلبة وستات البيوت اللي جايبين الطلبات من السوق مش قادرين يمشوا ويكملوا لحد الشارع بالشيلة التقيلة دي لحد البيت. ده غير إن هو كمان بيوفر فرص عمل لناس كتير ما عندهاش مصدر دخل غيره، وده طبعاً أحسن من البطالة. بس المشكلة مش في التوك توك نفسه، التوك توك في الآخر مجرد آلة أو وسيلة. المشكلة في نوعية بعض الناس اللي بتستخدم الوسيلة دي. والنهاردة في قصة حقيقية لأول مرة بنستقبل مشكلة من مرات سواق توك توك اسمها صابرين، بعتت تحكي لنا قصة غريبة جدا بتعبر عن شريحة كبيرة جدا من سواقين التكاتك اللي بقت أمر واقع في المجتمع. تيجي نسمع الحكاية من الأول ونشوف صابرين بعتت تقول لنا إيه. اسمي صابرين وعندي 22 سنة، رغم أني مش متعلمة وسبت المدرسة من 6 ابتدائي، بس واثقة أنكم هتسمعوني في برنامجكم اللي في ناس كتير بسيطة زي بيتفرجوا عليه عشان لقوا حد يسمع حكاياتهم ومشاكلهم. مشكلتي بدأت لما اتجوزت من 4 سنين من سواق توك توك، كان جواز صالونات والموضوع كله خلص في شهر. بعد الجواز سكنت معاه في بيت العيلة وخلفت بنت بعد 9 شهور. من أول شهر في الجواز يا سالي اكتشفت إن جوزي بيشرب مخدرات، مش بيشربها مثلاً مرة ولا مرتين في اليوم عشان يعدل مزاجه، لأ ده طول الوقت بيشرب، وعلى طول ضرب وشتيمة. حماتي كانت ست طيبة بس أخته الكبيرة هي اللي مبوظاه، كانت بتديله فلوس يجيب بيهم حشيش وسجاير لدرجة إنها ساعات كانت بتديله 3000 جنيه بحالهم في الشهر. كانت تقول له أنا جايب لك التوك توك ده عشان حشيشك وسجايرك ومصاريفك أنت بس، لكن أكلك وشربك أنت ومراتك مع أمك فوق. لما كانت بنتي بتتعب كانت تقول لي هي كل شوية تعبانة تعبانة ورايحين جايين على المستوصف روحي جيب لها الدواء. أما بابا فكان سلبي، ملوش كلمة، ما كانش بيجيب لي أي حاجة. أول خناقة ما بيننا خالص كانت وانا حامل في 4 شهور، كنت عاملة تقويم في سناني ولازم اتابع مع الدكتور، بس هو ما كانش بيرضى يوديني. لما فضلت اتحايل عليه وشديت معاه في الكلام راح زقني واتغاب عليا قدام اخوه، فاخوه اتخانق معاه وقال له ايه اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت، حد يضرب واحدة حامل؟ فهديت بسبب تصرف اخوه وعديت الموضوع، لحد ما بدأ بعدها موضوع الشرب يزيد عن حده، بقى يشرب بجنون. حتى بعد ما خلفنا بنتنا مش كده وبس، ده بقى كمان يجيب صحابه عندنا في الشقة عشان يشربوا معاه مخدرات. لا ثواني بقى، دلوقتي هو بقى بيجي صحابه البيت يشربوا معاه مخدرات؟ هو ده طبيعي؟ طب انت يا صابرين عملتي ايه؟ استسلمتي؟ خفتي منه؟ ولا قلتي انا هحاول امنعه واللي يحصل يحصل؟ يلا بينا نكمل. ما قدرتش أمسك نفسي بصراحة وقلت له اللي أنت بتعمله ده ما يتسكتش عليه، أنت إزاي رجولتك تسمح لك تجيب صحابك يشربوا في البيت مع مراتك وبنتك اللي لسه لحمة حمرة؟ قال لي أنتوا اقعدوا في أوضة وأنا أصحابي يقعدوا في أوضة، يعني مالكيش دعوة بينا بنعمل إيه؟ قلت له إزاي طيب؟ إحنا في شقة دور أرضي، مفيش منفذ في الأوضة اللي بقعد فيها مع البنت، كده هنتخنق، أنا مش عارف أقعد براحتي. بس هو كان مغيب من المخدرات، مخليه خلاص مش نافع معاه كلام. لما اشتكيت لوالده ووالدته حاولوا يتكلموا معاه، اتخانق معاهم، بقى عامل زي المجانين لدرجه ان هو حتى كسر ماسوره الغاز، كان هيجيب مصيبه للبيت كله. فضل يكسر في الشقه كلها، كوبايات، المطحنه، الالمونيا، كل حاجه في المطبخ كسرها، حتى البوتاجاز. بعد كده مامته توفت واخته بطلت تديله، بقت حالته صعبه، ما بقاش في حد يصرف عليا انا وبنتي.
بقى الحال معاه ان انا بغضب اروح لامي شهرين ثلاثه تجيب لي فيهم اكل وتديني فلوس، بعدين ارجع اقعد معاه في البيت شهرين. يقول لي خلي مامتك هي اللي تصرف عليكي وعلى بنتك، انا مش هصرف عليكم. وفي مره من المرات كان عايزني اجيب له قرض وانا رفضت. انا امي منفصله عن ابويا من زمان، ومن بعد ما انفصلت ما اتجوزتش بعدها، ما عنديش منها اخوات. اما ابويا فمتجوز وعندي اخوات منه، بس بيقولوا لي ارجعي لجوزك وعيشي معاه عشان لو اتطلقتي هنجيبك تعيشي معانا. بعد ما كنت عامله محاضر ورفع قواضي في محكمه الاسره اتنزلت مرتين بسبب ضغط اخواتي ورجعت عشت معاه، برضه في الاخر ضربني يا سالي وبهدلني كسر لي مناخيري، وانا دلوقتي داخله في عمليه من شهر 12 اللي فات. ورجعت رفعت عليه قواضي في محكمه الاسره وعملت له محضر بكسر مناخيري، أما نزل صوري على الفيسبوك وبيكتب عليها أحقر كلام، كل ما حد يتدخل في الموضوع عشان يحاول إنه يصلح يقول له أكيد أنت ماشي معاها عشان تتجوزها، ده غير إن عيني مش قادرة أشوف بيها من الضرب والبهدلة. حاولت أنزل شغل لقيت إنه لازم أعمل عملية في عيني الأول، غير كده مش هشوف بيها لأنه عملي تمزق، وعامله له محضر بتهديدات عشان هو عايز يضربني ويقطع وشي زي ما بيقول. ومن سنة ونص برضو كان فاتح دماغ ماما بمفك صليبة، مرة ضربني في الشقة خد بنتي من على إيدي وهبدها في الحيطة لدرجة إن بنتي بقى عندها زي صرع لو حد حاول يشيلها تقعد تعيط وتصوت. كذا مرة يجي يتهجم علينا في البيت أنا وماما عشان إحنا قاعدين لوحدنا وإخواتي بعيد عني، كان بيمسك لنا السكينة ويبات لنا تحت البيت ويقول لي هعورك في وشك. وأمي مريضة قلب كان ممكن تروح فيها، أنا دلوقتي قاعدة عند أخواتي سايبة ماما لوحدها ومحتاجة عملية ب 18 ألف جنيه في مناخيري، معايا بنت صغيرة عندها 3 سنين مبقاش يصرف عليها ولا بيبعت لها مليم، والمحكمة ما حكمتليش غير ب 500 جنيه ما قبضتهمش من شهر 12 اللي فات. تعبت يا سالي والله العظيم، ونفسيتي بقت متدمرة ما بنامش غير بالمهدئات أقسم بالله، قولوا لي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة صابرين اللي فتحت لنا باب لعالم كبير وواسع اسمه عالم التوك توك. مش عايزة أعممها لأنه ولا حاجة ولا قاعدة يجوز فيها التعميم، مش عايزة أزعل كل سواقين التكاتك لأنه في ناس منهم بيأكلوا عيش ومحترمين وبيتقوا ربنا في شغلهم، بس برضو محدش ينكر ان جوز صابرين في زيه كتير. طب شخص زي ده هنتصرف معاه ازاي؟ هي تعمل معاه ايه؟ هنكلمه بالذوق والادب وهيستجيب؟ طب حد بالبلطجه وبالاخلاق دي مفروض صابرين واللي زي صابرين كتير يعملوا ايه؟ طب مين اللي ممكن ينقذ صابرين؟ محتاجه عمليه في مناخيرها وعينيها مش عارفه تشوف بيها، مش هينفع تنزل تشتغل غير لما تصلحها. طب مين يصرف على بنتها اللي عندها 3 سنين؟ أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها، استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهاردة عن زوج شغال سواق توك توك اتجوز من صابرين، بطل القصة حقيقية النهاردة. اتجوز جواز صالونات، اتجوزها في شهر، اكتشفت بعد الجواز إن هو بيشرب مخدرات على طول، على طول بقى ضرب وشتيمة. أخته الكبيرة كانت بتديله فلوس وتقول له دي لسجايرك وحشيشك. الأصعب بقى من كل ده إنه كان بيجيب صحابه عندهم في البيت عشان يشربوا معاه مخدرات. لما صابرين اعترضت دخلت مامته وبابا اتخانق معاهم كلهم، قعد يكسر في الشقة، كسر لهم ماسورة الغاز. تخيلوا يعني وصلت بيه العصبية إنه هيعمل كده، كان هيضيع الدنيا كلها. بعد فترة مامته توفت وأخته اتخلت عنه، ما بقاش يصرف على البيت. قال لصابرين خلي امك تصرف عليكي انت وبنتك. اخوات صابرين ضغطوا عليها عشان تتنازل عن القضايا اللي هي رفعتها في محكمه الاسره، خلوها رجعت له. لما رجعت له كسر لها مناخيرها، بقت محتاجه العمليه ضروريه، ده غير عمليه تانية في عينيها عشان تعرف تشوف بيها بسببه. صابرين المره دي قررت ان هي تعمل محاضر وترفع قضايا واللي يحصل يحصل. قام جوزها نزل صورها، حط صورها على الفيسبوك، كتب كلام ما يصحش عليها او كلام ما ينفعش يتقال، فتح دماغ مامتها بمفك وبقى يروح يبات تحت بيت مامتها يهددها ان هو هيضربها بالسكينه. المحكمه حكمت لها ب 500 جنيه هي وبنتها
اللي عندها 3 سنين ما خدتش الفلوس من شهر 12 اللي فات، حياتها متبهدله مش عارفه تعمل ايه. وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله. عند ايه رايك في قصه النهارده؟ يعني قصه من القصص برضو الماساويه اللي احنا عايزين دايما زي ما حضرتك كده بتلقي الضوء على القصه نفسها ونشوف لها حل، ولكن احنا دايما بندق ناقوس خطر اعتقد من خلال برنامج حضرتك ومنبرك على ان احنا بنقول للناس بنحذرهم من بعض المشكلات دي عشان هم كمان ما يعوش فيها. يعني احنا نحل المشكله او نتكلم على حل المشكله اللي صابرين، ولكن ننقذ الالاف والمئات من صابرين الاخرى اللي ممكن يقعوا فيها. المخدرات دي ايه اخرتها ايه؟ هو طبعا المخدرات اخرتها دمار، ولكن احنا هنتكلم اول حاجه هي اللي خلاها ما تعرفش انه بيشرب مخدرات وانه حياته عامله كده، هو فتره الخطوبه اللي ما استمرتش غير شهر. دي كده مفيش فتره خطوبه، مفيش تعارف. في كارثه تانية يا دكتور ما بين السطور كده، قلت لك مش بيشرب مرتين في اليوم اللي هو الصبح وبالليل عشان يعدل مزاجه، ما بيشرب على طول. هو عادي ان احنا بقينا عادي ان ممكن حد يشرب الصبح وبالليل عشان يعدل مزاجه؟ ويقول لك انا مخدرات مش هو إدمان. طبعا مش طبيعي، ولكن هو طبعا اي حاجه مع الادمان بيحتاج منها جرعات اكتر، فهو لما بياخد الجرعات دي ما بتكفيهوش بعد كده وبيفضل يتمالك. لا يعني مجتمع التيك توك ده ممكن يقبلوا فيه ان هو يكون بيشرب الصبح وبالليل بس ما يبقاش بيشرب على طول كده، بيشرب على طول كده يبقى مدمن. طبعا، انما الصبح وبالليل مش مشكله. انا ده اللي استغربته في القصه يا صابرين، يعني عادي انت لو كان بيشرب الصبح وبالليل كان عادي؟ هي ثقافه طبعا عايشين فيها ومجتمع هم عايشين فيه بهذه الكيفيه، انما انا بقى اول حاجه برمي اللوم عليها او على الاهل اللي احنا واحد يجي لي ما اعرفوش بعد شهر، او حضرتك ده بعد شهر ده انا يعني ممكن لو هقول هسافر مع واحد صاحبي اقول له لازم تكون عارفه شويه عن كده، انما انا هتجوز واقيم حياه واخلف من واحد ونعيش حياتنا الزوجيه وانا ما شفتوش. طبعا هو كلمه شهر كمان هي كلمه مش حقيقيه، لان الشهر ده مش معناه ان هم كل يوم مع بعض، هو الشهر ده ممكن يكونوا اصلا شافوا بعض مرتين ثلاثه او مرتين ثلاثه. لا وحاجه ثانيه انه بعد 9 شهور هي مخلفه، يعني الموضوع بالنسبه لها ما خدش وقت خالص. ان هي حتى ما حاولتش ان هي تستنى شويه، انما خلفت على طول. دخلت بقى في ان هي بعد الكلام ده كله فائت بقى على قصه المخدرات اللي هو بيشربها اللي ممكن تكون يعني لحست له عقله او عملت له مشكلات. ده انا حتى بتكلم دايما اقول حتى المتعافين من الادمان، إيه يعني بقى؟ هو كان مدمن ودلوقتي تعافى، مالهم؟ من حقهم طبعا يرتبطوا، من حقهم، ولكن انا برضو من حقي ان انا لو واحده بتحب واحد او عايزه ترتبط بيه وشافته ان هو كويس دلوقتي، انما لازم تاخد حذرها كويس قوي، لان الموضوع ده هيكون بوظ له حاجات كتيره في مخه. مش شرط ان هو عشان تعافى يبقى هو ما بيشربش دلوقتي، لكن ايه اللي باظ في الحاجات اللي هو كان بيشربها قبل كده عملت له مشكلات مثلا. النسبه بتبقى كام لكام للمتعافين اللي بيرجعوا تاني؟ لانه دي حاجه مهمه جدا. يعني ال 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 النسب المخدره ممكن تكون اكتر من النص. لا انا قصدي عشان يرجع تاني، يعني متعافي بيرجع تاني، يرجع يعني لو انا لو انا ما كنتش لسه متجوزه وجاي لي بقى حد بتاع مخدرات لك حرام ده ربنا ستره بقى كويس واي كان فيكس هيم، الشعارات اللي بنقعد نسمعها انا ممكن اغيره عشان يرجع. يعني كم واحد رجع انتكس تاني او رجع المخدرات يعني لو انا قلت لك يعني نسبه ممكن يكون اكتر من النص، ممكن يكون اكتر من نصهم، بس احنا مش مشكلتي هو رجع ولا ما رجعش. هو ممكن ما يرجعش بس تكون الدنيا اصلا عنده برضه بايظه بعد ما تعافى. يعني حد يعني مثلا عمل حاجه بوظت له، مثلا حد بيشرب سجاير كتير وبعد كده بطل، طب هو ده هل منعه ان هو ممكن يصاب بامراض مثلا نتيجه اللي هو شفت الكلام ده عندك في العياده يا دكتور؟ يعني هو اكيد بيجي حاجات زي كده كتير، واكيد مراكز الادمان مليانه بامور زي كده، وكمان بعد ما بيودوهم بعد ما بيتعالجوا بتصرف عليهم الافات بيرجعوا ينتكسوا تاني ويرجعوا احيانا يهربوا ويرجع احيانا يكسروا ويبوظوا رغم ان اهلهم ودوهم علشان لا وستاتهم بتبقى هي اللي بتشتغل في البيوت احيانا. انا شفت قصه قدامي كده وتبقى عماله يعني بتجيب له مش عارفه تجيب له لبن، ما اعرفش بيشربوا لبن كتير ليه، ويعني لما تدفعه في الاخر بينتكس. طبعا هو للاسف هو ده اللي هم بيعتقدوا بعض الاعتقادات الخاطئه اللي هم اللي حضرتك بتشير اليه. فهم بالنسبه لهم حياه وضع عايشين فيه بالمخدرات وان هو ما بيقدروش. طب هي ليه صابرين اتجوزت بدري قوي كده يا دكتور؟ ما هو عشان يعني تهرب من البيت. هي ليه؟ ما هو مامتها مش متجوزه وباباها متجوز وعندها اخوات منه، يعني اخوات من باباها، هتهرب من البيت ليه؟ بتأمل في الافضل من العيشه اللي هي عايشاها، بتأمل دايما الجوازات دي بيأملوا في الافضل من العيشه اللي هم عايشينها. دي رايحه بيت عيله. غلط.
ما هي رايحه بيت عيله ورايحه كمان، ما حتى ما دخلتش على العيله تشوف ان الاخت دي اللي هي اللي عماله تدي الولد ده فلوس علشان يروح يجيب بيها المخدرات بتاعته، في الاخر قالت له لا والله مش هقدر بقى اعمل لك حاجه، انت بقى اصرفوا على نفسكم. انا عايزه افهم الظاهره دي، لانه انا بشوف في اغلبيه العائلات بتبقى دايما الاخت الكبيره بتبقى مسيطره، الام بتبقى غلبانه جدا، والاخت هي لما شايله الليله كلها وقاعده بتعادي في مرات اخوها ليه؟ اولا هي حته ان هي مسيطره، يمكن هي الام تبقى تعبانه، كبرت في السن، عندها شيخوخه، فهي خدت الدفه، خدت الدفه. انما الاخت الكبيره، وان هي بتعمل كده بتستميل اخوها ناحيتها، او هي يكون عندها حب زائد لاخوها فبتعمل له الحاجه اللي بترضيه، انت بتفرح بالحاجه دي انا هعملها لك، ما يتفلق تستميله. ما هي بقى هي بالنسبه لها، احنا بنقول كده طبعا، هي بالنسبه لها بتحاول تسعده، بتحاول تسيطر عليه، ما هو دي اسباب معينه. كمان حته ان الاخت ليه بمشكله مع مرات اخوها، لانها في اعتقادها ان هي جايه تاخد اخوها منها. انت عارف ان احنا تواصلنا معاها ومع فريق الاعداد وكده، ان هي اختها دي قبل اخته دي قبل كده ضربتها وخربشتها ومش عارف ايه، وكانت خناقه. ازاي هو ما خدش موقف جوزها؟ يعني اعرف ان اختي ضربت مراتي او ان مراتي ضربت اختي وانا ما اخدش موقف، لان هو واحده بتنفق عليه، واحده يعني خشوا حاجه، يعني اللي بينفق هو اللي الكلمه العليا. اكيد طبعا. وبعدين هو واضح ان في بينهم من بعض علاقه حب كبيره، الاخ والاخت، ان هم بيعزوا بعض، بيقدروا بعض، بيحبوا بعض، ان كان بيعملوا حاجات غلط. ده ان هي بتصرف عليه عشان يجيب مخدرات، وتصرف عليه تقول له خد الفلوس دي انت بس كده عيش حياتك بيها، واللي انت تجيبه من التوك توك ده حاجات تانية انت كده بس تروق على نفسك، انما انا مصاريفك كلها عليا. فلما واحده تعمل كده مع اخوها، حضرتك تتوقعي ان هو ياخد منها موقف حازم لما تيجي تمد ايدها على زوجته؟ اذا كان هو نفسه عمل كده، اذا كان هو نفسه لما هي كانت حامل ضربها ضرب مبرح واعتدى عليها واصابها، وحتى الان هو برضه اصلا شغال في الموضوع ده، فبالتالي هو واضح ان هو عنده اثار للعنف، اخته عندها اثار للعنف، حبهم لبعض هم الاثنين او ارتباطهم ببعض بوظهم هم الاثنين. طب سيكولوجيه الرجل اللي يجيب رجاله في البيت ويقعدوا يعملوا اكنهم بدل ما يروحوا غرزه، يعني انت خلاص انت مدمن وخلاص بقى ضعت مننا، جايب صحابه في البيت، ايه سيكولوجيته عامله ازاي؟ اولا احنا بنقول دي رجاله؟ لا طبعا، اكيد لا عنده غيره ولا عنده نخوه ولا عنده شهامه، ولكن برضه نرجع نقول ان السبب اللي مخليه حضرتك بتتكلمي بالتفكير المنطقي اللي احنا بنتكلم بيه احنا الاثنين، انما هل هو عنده منطق؟ ما هو المدمن ده، هل حضرتك متخيله ان هو عنده منطق في الاشياء؟ يعني بجد زي ما بيقولوا ممكن يبيع اي حاجه عشان جرعه زياده طبعا، عنده حاجه مش موجوده طايره من دماغه، فبالتالي حضرتك هو ما بيتصرفش بالمنطق اللي احنا بنتكلم بيه، هو بيتعامل بان هو ما فيش منطق، لا منطق. ما حضرتك ما تقدريش تقولي هو عمل كده عشان كده، لا ما تحسبهالوش بالشكل ده خالص. ما تقوليش هو لما راح هناك اصل هو اشتغل كذا عشان هو لو كان، لا يعني هو الكلام معاه مش هيودي ولا يجيب، هو مش واعي اكيد بالنسبه للحاله دي تحديدا وكثره المخدرات اللي بيتعاطاها، هو ما عندوش وعي تماما بالهزم. طب لما هو يهددها كده ان هو هيقطع وشها، ان هو مش عارف ايه، مش احنا المفروض نخاف عشان هو ممكن ينفذ الزوجه؟ طبعا الزوجه لازم تخاف طبعا، وان هو نزل صور قبل كده على الفيسبوك وكتب عليها كلام ما ينفعش وعلى مراته. شوفي حضرتك، هو بعد كمان يعني هو اصلا من غير ما نعرف حالات هو لازم نخاف، بس بعد الحالات اللي احنا شفناها ان في ناس فعلا من كتر ما الدنيا معاهم مش شايفين حاجه، ما بيفكروش بتفكير منطقي، وصلوا لمثل هذه الامور، فاحنا برضو لازم نعمل حساب للتهديد ده في ان هي تلجا لطرق قانونيه وتبتعد عنه في الفتره الحاليه لحد ما تلجا للطرق القانونيه بتاعتها وتاخد حقها. عشان كده بقى عايزين نسمع رأي القانون. معنا مداخلة مع الأستاذ عبد الغني السماحي المحامي بالنقض. ألو. ألو. إزاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام. أستاذ عبد الغني، عايز أسألك بقى دلوقتي لما حد يهددني أو زي ما جوز صابرين بيهددها، إيه الإجراءات القانونية اللي أنا المفروض آخدها لو أنا خايفة بجد؟ والله بصي، هي مشكلة صابرين زي ما سمعتها كده هي تتلخص في إنها عندها جهل شديد بالقانون. وجهل شديد بحقوقها. لان هي المفروض اول حد هددها المفروض تعمل ضده محضر بعدم التعرض، بحيث ان هي لو اصابها او هددها تاني باي شيء خلاص هو ده المتهم الاول قدام، يبقى هو المقصود خلاص قدام القانون مفيش غيره. بالظبط. يعني هي المفروض اول حاجه تعملها انه بعدم محضر بعدم التعرض. بالظبط. طب ولو هو بقى نزل الصور على الانترنت، ده ليه عقوبه قانونيه؟ طبعا. ايه بقى اسمها ايه في القانون؟ دي جريمه الكترونيه. القانون المصري بيحمي فيها المجني عليه والمتهم فيه بيتم الحكم عليه. لا وفعلا مباحث الانترنت عامله شغل هايل
هايل يعني، انا شفته حتى بعناية كذا مره انه موقفين حاجات منتشر جدا للاسف. منتشر جدا الفتره الاخيره للاسف، وبرده وابتزاز وسرقه اكاونتس وحاجات غريبه بتحصل. هو اللي بيخلي المجني عليه ما يلجاش للسلطات المختصه. طبعا، لان في اداره خاصه بمباحث الانترنت في كل مديريه دلوقتي في مصر تتلقى البلاغات دي. طبعا. طب انا عايز احرك بقى، هو لما بتكون واحده متجوزه وبترفع قضيه نفقه، هي لازم تبقى مطلقه الاول عشان ترفعها، ولا بترفعها وهي متجوزه عادي؟ لا طبعا ترفعها وهي متجوزه عادي. عادي وهي متجوزه ليها نفقه زوجيه. ماشي. طب هو يعني ايه بقى حكموا لها ب 500 جنيه؟ ازاي بيحكموا بالارقام دي؟ الارقام دي بتتحكم وفقا ليسر الزوج او عسره، يعني هو دخله ايه؟ فمثلا واحد دخله 10,000 غير واحد دخله 100,000 غير واحد دخله 2000. مش دي اللي ساعات بيتلعب فيها يا استاذ عبد الغني في القانون، وتلاقيه كتب حاجات باسم مامته وكتب حاجات باسم اخته وكتب حاجات باسم باباه عشان ما يدفعش لعياله ويعاديها؟ طبعا دي كلها طبعا حاجات للاسف موجوده. وفي ضمن الحاله اللي قدامنا دي طبعا اكيد دخله طبعا يعني مش اكيد ما فيش دخل اساسا، يعني ده واحد يعني هو محكوم قدام القانون، يعني محكوم عليه ان هو اصلا ما بيشتغلش، يعني هو يعني دي الصوره اللي متاخده عنه ان هو ما بيشتغلش، عشان كده حكمه 500 جنيه. ال 500 جنيه حضرتك هو القاضي اللي بيقدرها بناء على ايه بقى؟ ما هو بناء على دخله، تحريات وده دخله ايه، شغال ايه، ممكن يكسب كام في الشهر. احنا بناخد كام في الميه من دخله تقريبا؟ كل الديون ما تتعداش 25%. المفروض ان هي ما تتعداش 25% من دخله. طبعا 500 جنيه انا عايز اقول لك بالنسبه للحاله اللي احنا قدامنا دي، فهي يعتبر مبلغ كبير، يعني مش عايز اصدمك يعني. بجد؟ والله. بس ده كان بيصرف 3,000 جنيه على الحشيش والمخدرات، اخته بتديهم مستكترين على 500 جنيه. ان اخته اللي بتديهم لي. واخد بال حضرتك؟ يعني 500 جنيه ينفعوا لطفله عندها 3 سنين يا استاذ عبد الغني، هتاكل ايه وتشرب ايه وبتغير كوافيل و و و ده 500 جنيه؟ لا طبعا قليل جدا، ده هي لوحدها عايزه عليك ب 18,000 جنيه عشان ترجع مناخيرها. ما دي برضو حضرتك يعني القصه دي كلها للاسف كوارث يعني. ما انت قول لي بقى، المفروض بقى الاجراءات القانونيه اللي المفروض تاخدها يعني. لو حللنا الموضوع كده، هو ممكن نقسمه لشقين، شق خاص بقانون الاسره. طبعا هي عندها المفروض ترفع نفقه زوجيه وترفع نفقه صغيره، تمام؟ وبناء على ان هو ما بيصرفش عليها، المفروض بعد كده ترفع طلاق للضرر. هي دلوقتي رفعت فعلا النفقه الزوجيه بقى لها 12. طلاق للضرر دي بتبري الزوج من اي حاجه ومفروض يدفعها كنفقه؟ او ده الخلع اللي بيبري الزوج. لكن الطلاق للضرر عادي؟ لا، تاخد كل حقوق. حلو جدا. وفي في خمس حالات في القانون المفروض ان هو من حق الزوج ان هي تطلب فيها الطلاق للضرر. ارجوك قولهم لي عشان برضه اللي بيتفرج علينا يبقى عارف. دي لوحدها في ثلاثه. يعني في ثلاثه الضرب تقريبا والمخدرات. الطلاق لتعدي الزوج بالضرب. والطلاق لهجر الزوجه. والطلاق لسفر الزوج. والطلاق لعدم الانفاق. والطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف. احنا عندنا ثلاث حاجات في قصه صابرين دي. الضرب اللي هو الشقاق والخلاف. عندك شقاق وخلاف. عندك الضرب. والهجر طبعا، لانه اكيد المخدرات مخليه اصلا مش شايف قدامه خالص. المخدرات دي بقى شق تاني، ده شق جنائي، يعني انت الشق الجنائي في الموضوع. عندك حاجتين، هو بيضربها ويضربها واثر على عينيها. وفي الماده 240 في قانون العقوبات تحديدا اتكلمت عن موضوع ان واحد يضرب حد ويؤثر على بصره. او ايه بقى، بصره بس ولا عليه كله، ان هو العلاج ياخد اكتر من 21 يوم؟ على اي عضو من اعضائه، لكن الماده تحديدا ذكرت البصر. ايه بقى يعني قالت ايه؟ المادة قالت لك ان انفصال عضو فقد منفعته او نشأ عنه كف البصر او فقد احدى العينين. بيحصل ايه بقى؟ ايه العقوبة؟ بيتحكم عليه من 3 سنين لخمس سنين. انا شفتها قدامي قبل كده والله العظيم يا استاذ عبد الغني، وكانت خناقة وعيال صغيرة ومدارس متعلمين وعيالهم يعني اهالي مربية عيالة كويس جدا، وكان حد منهم طارت عينيه في خناقة والقاضي ما سامحش يعني، واتحبسوا العيال بثلاث سنين. لا ما هو دي اصل دي حضرتك دي مادة واضحة. وما فيهاش خلاف يعني، حتى ما فيهاش اجتهاد من القاضي، هو اجتهاد القاضي هيكون يديله 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. يعني ده بالميت ياخد 3 سنين، ده يعني اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده عينيها يعني، نشوف بقى الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم ياخد 3 سنين في موضوع عينيها يعني. يعني هي تأمن نفسها ازاي دلوقتي؟ تعمل اول حاجه المحضر اللي حضرتك قلت عليه بعدم التعرض ده؟ هي تعمل محضر بعدم التعرض. الحاجه الثانيه هي دلوقتي عندها محكوم لها 500 جنيه نفقه، المفروض ترفع دعوى حبس لمتجمد النفقه.
وبعد دعوى الحبس متجمد النفقه ترفع طلاق للضرر. هو القانون بيعمل لها مظله حمايه كبيره جدا، ولكن هي للاسف خوفها من المجتمع اللي هي عايشه فيه ومن طبعاً. الزوج اللي هي لا، وان اخوات بيأثروا عليا انه انا اتنازل عن القضيه عشان اروح اقعد معاهم فلاقي حد بيصرف عليا. ما هو برضه هي بينها وبين نفسها واحده واصله لغايه سته ابتدائي تعليم. في النهايه برضه اخواتها مش اشقاء للاسف. فطبعا مش مهتمين بيها يعني. لو هي طلبت يعني منك المساعده هتعمل كده؟ انا عارفه، انا مش محتاجه اسالك السؤال ده، انا عارفه. لا لا، انت تأمريني. عارفه جدعنتك. ربنا يخليك ليا ونورتني. ميرسي جدا، ميرسي جدا يا استاذ عبد الغني السماحي. ايه رايك بقى ان اخواتها مش شقه دي؟ يعني انا نهيت المكالمه مع استاذ عبد الغني عند اخواتها مش شقه. لما انتم مش شقه بتتحكموا فيا ليه؟ يعني انا عايزه افهم كده. هو الاخ الشقيق غير الاخ اللي مش شقيق في, في 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 علم الاجتماع او علم النفس؟ المفترض لا، ولكن هي حته ان هو ما ترباش معاها وما عاش معاها طفولته. اي عارف حضرتك بيبقى فيه ذكريات وفي طفوله وفي تقارب. لا بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، حضرتك صلحها لي. بيقول لك دايما اخوات الام بيبقوا شققه. اخوات الاب ما بيبقوش زي اخوات الام ابدا. يعني حتى لو انا هم اخواتي شقق من امي غير اخواتي شقق من ابويا، يقول لك الام دايما بتقرب. ده بجد؟ يعني المفترض لو ام مثلا عندها الحنيه والكلام ده كله ممكن تقرب الاب، يمكن يبقى مشغول بمشغولياته ومسافر. فمرات الاب مش هتعوض الام. مش بتعوض الام، فبالتالي ده يمكن ده مثال فعلا ينطبق عليها وينطبق على الحاله دي. ولكن هي حته ان احنا بنرتبط باخواتنا بايه؟ بذكرياتنا وبحياتنا معاهم، واللي احنا بنلعب وتربينا مع بعض ونشأنا مع بعض في بيت واحد، بناكل من طبق واحد. طب ما هي مامتها واقفه معاها. ما هي واقفه معاها. بس انا اسمع كلام اخواتي ليه؟ على اعتبار ممكن يكونوا هم برضو المسيطرين ماديا، ممكن هم اللي يكونوا بيصرفوا على البيت، فبالتالي وهو ما بيصرفوا على مامتها اللي من ابوها. لا مش على مامتها نفسها، ولكن على وجودها هي. انا اللي شفته في القصه ان هم قالوا لها انت مش هتيجي تعيشي معانا، او هتيجي تعيشي معانا فمعناه ارجعي لجوزك عشان ما تعيشيش معانا. ده اللي هي قالته في القصه. لو هتتطلق يعني تعيش معاهم. هي تعيش مع مامتها. ده الكلام اللي كان اللي قيل على لسانها، فبالتالي هم مش عايزين تعيش معاهم، مش عايزين يصرفوا عليها. هي دلوقتي قاعده مع اخوها الكبير فعلا. طيب هو مش عايز يصرف عليها اكتر من كده، او هيصرف عليها فتره بعد كده مش هيتحملها بقيه الفترات. هي عايزه اقول لحضرتك هي مأزق حطت نفسها فيه من الاول. انا طبعا خلاص اللي فات مات، ولكن احنا في الوضع الحالي، ولكن ده كله بنشوف تطورات الزواج السريع، تطورات ان انا ارتبط بحد ما اعرفوش، تطورات ان انا يبقى في حياتي مدمن. عايز اقول لحضرتك ان المدمن انا بعتبره هو خطر على المجتمع، خطر طبعاً على اسرته، وخطر على نفسه هو كمان. هو ممكن يؤذي نفسه هو كمان، وممكن يؤذي الاخرين. فبالتالي بناخد بعين اعتبار حته ان هو هددها، وان هو اساسا ليه سوابق ضرب معاها وليه سوابق اصابات عملها. اللي وصلتها لمهدئات، هو المهدئات دي لها تاثير علينا؟ اكيد طبعا ليها تاثير. بتعمل ايه يا دكتور لو طولنا فيها؟ اي كيميكالز انا بدخلها في جسمي مع الوقت انا بتعود عليها، ما بتعرفش تعيش من غيرها. دي بتاثر على الجسم بس احيانا احسن جانبية. ما يجي لك الضغط والسكر هي حضرتك اي ادويه ليها اعراض جانبيه، ليها طبعا سايد افكت مختلف عن ان انا طبعاً اكون حاجه طبيعيه او ان انا بتعايش بطريقتي الطبيعيه. هو واضح ان هو جاب لهم كلهم حاجات، لانه يعني حتى البنت ان هو يهبدها في الحيطه، يعني طفله يخبطها في الحيطه يجيب لها صرع، فواضح ان هو تاثيره صعب عليهم كلهم. اكيد، وعشان كده دايما بنقول ان اللي بيروحوا عيادات الطبيب النفسي هم ضحايا المرضى. طبعا النفسيين. مش المرضى اللي هناك هم الضحايا فعلا، مش المرضى النفسيين فعلا. هم دول اللي بيلجأوا. هي النهارده هي الضحيه، هي اللي بتلجأ. هو راح اشتكى ما عملش حاجه، هو عمال يضرب ويأذي ويعور ويصيب ويهدد وهو ما اشتكاش. انما اللي بيشتكي واللي بيعاني هم الضحايا بتوع اسره بحالها بتشتكي. طبعا عندنا اللي هي مخلفه ابن او بنت، الزوجه نفسها، اخواتها، امها اللي هو برضه اصابها طبعاً. فهو ماشي يعمل كل ده في كل الناس تهديدات كبيره جدا. هذا الشخص لابد ان هو يخاف، يعني يخاف قانونا. انا مش هخاف ان احنا هنقول يجيبوا له رادع المطلع. يعني قصدك انه ملوش كبير يشتري لازم كبير. لازم رادع من الشرطه. لازم رادع من الشرطه او من ايوه. ده بقى اللي هختم معاك بيه بقى، تنصحها ان هي تعمل ايه؟ ما هو انت رايك ان هي تعرف ترفع فعلا عليه انه تعمل له محضر عدم تعرض؟ اكيد طبعا، وتكمل. طب ده مش هيخليه قدي نفسيا انه يرجع لها اذيها تاني اكتر؟ ما هو اساسا اذيها، ما هو ضربه الاعور على عينه، ما هو دلوقتي اذيها وهي اصلا مأذيه فعلا منه، وهو اصلا مش متوقف عن اذائها. فانا بالتالي بس هو بقى مش خايف ومش عامل لي اعتبار، مش عامل لاسرتي دي كلها اعتبار، ومفيش حد عارف يوقفه عند حد، القانون يوقفه عند حد. فبالتالي ترفع القضايا، تاخد تسلك المسلك القانوني. والاستاذ حضرتك جبتيه المحامي الاستاذ عبد العزيز قال حاجه مهمه جدا، قال هي بتجهل بالقانون، فلازم يبقى في عندها حد قانوني قوي يقدر يقف معاها
في هذا في هذه المواقف. هذا الشخص لا يعني ما ينفعش معاه حاجه غير القانون. تفتكري حضرتك لو كلمناه من هنا للسنه الجايه هيستجيب؟ تفتكري حضرتك المصحي بالنزول هيستجيب؟ التعامل النفسي الطيب هيستجيب معاه؟ خلاص هو مش هيستجيب. اذا لازم يتهدد بحاجه هو كمان ويخاف، ويخاف ان هو يقرب لها ويبقى يعرف ان هو يعطلها حقوقها. وطبعا تتطلق منه ولا ما تتطلقش؟ يعني حضرتك يعني انا دايما احنا دايما حضرتك بتحطي لي السؤال ده، وعارفه ان انا دائما ان احنا كمتخصصين بنحاول نقول الناس ما تتطلقش، ولكن انا عندي حالات ما ينفعش حد يجي لي بخيانه كامله مثلا بمخدرات زي كده، بايذاء للنفس او قتل او تهديد، واقول لها خليك عايشه معاه لحد ما يموتك ولحد ما تخلص مرض يكسرلك مناخيرك بكره يكسرلك دلوقتي حبيبتي بعده يموتك. وبعدين هتعيش معاه من اجل ايه؟ هتعيش معاه هو ده حد مثلا مستعد ان هو يحميها ولا يكون سند ليها ولا يعطف عليها؟ هو فين مقاومته؟ ولا هيربي البنت فما تطلعش في اسره مفككه؟ ده لو اتربت معاها تربى في بيئه غير صالحه ان هي تطلع حاجه صالحه في يوم من الايام، سواء هو واخته. وانا كمان بستعجب في الزمن اللي احنا فيه وفي الظروف الاقتصاديه اللي كل الناس بتقول انا الماديات معانا قلت. انا اول واحده بترمي 4000 جنيه وهي واضح ان هي من بيئه فقيره ولا 3-4 عشان اخوها يشرب مخدرات. يعني طب ايه الاولى؟ تعمله بيها مشروع تاني مع التوك توك ده، تعمل اكل لنفسها ولا مشروع ولا حاجه تدر عليها دخل، ولا ترمي كل شهر كانها بتحرق هذه الفلوس طبعاً. في وقت كل الناس في حاجه الى الاموال حتى في اي وقت. فانا مستعجب جدا ان هم كمان في بيئه بسيطه، هو بيشتغل سواق توك توك يعني مش مهنه كبيره جدا، وحاليا واضح ان هو ما بيشتغلش، وتعمل في نفسها كده على الفاضي، تروح بترمي له 3000 جنيه ولا 4000 جنيه كل شهر علشان يضمن لا يصلح ان هو يكون زوج او اب، لا يصلح وهي الاخت او حتى بني ادم سوي. اكيد طبعا هو طبعا بشكرك. بالوضع ده نورتيني، ميرسي جدا يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. استنونا بعد الفاصل. لاول مره في الحلقه دي كنا محتاجين راي قانون اكتر من ان احنا نسمع الراي النفسي، وأنا محتاجة أتكلم معاكم شوية، استنونا بعد الفاصل. في مصر عالم كبير جداً بدأ يظهر بقاله كتير لحد ما كبر وبقى مجتمع، بقى اسمه عالم التوك توك. سواقين من كل الأعمار، مراهقين، شباب، عواجيز، ساعات أطفال بتلاقيهم سايقين بيسرحوا بالتوك توك كده عشان ياكل عيش. منهم اللي ساب صنعته وشغلانته الأساسية عشان التوك توك بيكسب أكتر ومكسبه سهل وسريع. كل اللي محتاجه فلاشة عليها أغاني مهرجانات يفضل يلف ليل ونهار يور كده عشان يوصل الناس اللي مش قادرة تمشي جوه المنطقة. صدعهم بدوشته، خبطه ورزع طول الطريقة، في الآخر يتخانق معاهم عشان الأجرة أو ياخد أجرة كبيرة عشان توصيلة ما كملتش خطوتين، وفي الآخر يلاقي نفسه عامل رقم كبير جدا في آخر اليوم، ويروح بقى يجيب بيه مخدرات، جنن على مراته وأطفاله في البيت زي ما عمل كده إيه جوز صابرين اللي شفنا النهاردة. وعايزة أقول لكم إن إحنا بنحاول في حلقات البرنامج ما نقربش لحل الطلاق، أو في يعني بنخليه آخر الحلول ماشي، بس في مشكلة قدامنا دلوقتي زي مشكلتك يا صابرين، الوضع مختلف تماما. أنا حتى مش عارفة أقول إيه. إنسان زي ده فعلا انا مش عارفه اقول لك كملي معاه معلش، او اقول لك مثلا يا ستي استهدي بالله ساعه شيطان تعالي نحاول، بس ده مدمن. وكل الدكاتره اللي جم عندنا في البرنامج بيقولوا انه لو جوزك مدمن ما فيش فرص ان احنا نحافظ على الاسره مع مدمن. فانا بعيد كلام الدكاتره، مش هتبقي مامنه على حياتك معاه، ده كسر ماسوره الغاز، كان هيضيع البيت كله، يعني ما فيش منه يعني لا ما فيش منه رجا. انا مش عارفه اقول ايه، بس صابرين خد منك راحتك النفسيه، خلاكي عايشه بتاخدي مهدئات، مد ايده على مامتك وعورها، بيضرب البنت في الحيطه وجاب لها صرع، وناقص ايه؟ علاقه زي دي الخروج منها هو اكبر مكسب في حد ذاته، بس هتخرجي منها ازاي؟ طب هتعملي ايه بعدها؟ تهيألي بعد الكلام اللي سمعناه، سمعنا كلام المحامي استاذ عبد الغني المحامي، موضوع انك تاخدي حكم عليه بالطلاق خلاص ما قدامناش حل تاني غير اننا كمان بلد فيها قانون. وكل التهويش بقى والكلام اللي هو عمال يقوله ده عجب عور لك وشك، ولا يعرف يعمل منه حاجه ولا الهوى. في الحقيقه كمان ما عنديش نصايح ولا كلام تاني في الموضوع ده اكتر من اللي قاله محامي معانا النهارده، ده في الجانب القانوني. طب العنف بقى اللي انت تعرضتي له بقى ان جوزك بيشرب مخدرات، عايزه اقول لك انه في حاليا مشروع قانون بيتناقش في البرلمان المصري بضروره اجراء تحليل للمخدرات قبل الجواز، تخيلي، عشان يبقى ضمن مشروع قانون الاحوال الشخصيه، خصوصا
بعد ما أكدت دراسات كتير جدا وأبحاث مجتمعية بتتعمل أنه أهم أسباب العنف الأسري في مصر أن الزوج بيكون مدمن وبيشرب مخدرات أو كحوليات. كل دي حاجات إيجابية بتقول أنه في أوضاع كتير غلط في بيوت كتير في مصر هتتعدل وتتصلح. خلاص بقى، طب تعالي نتكلم تاني عن الطلاق يا صابرين، لأنه أنا بقول لك هو ما قدامناش حل تاني صح؟ بس أنا عارفة ومقدرة تماماً أنه حالتك النفسية وأن صحتك دلوقتي مش هتخليكي تعرفي تركزي لا في شغل ولا تعملي حاجة. تتعبانة أكيد ومناخيرك مكسورة وعينك مش عارفة تشوفي بيها، معكيش مؤهل غير ستة ابتدائي، بس على الأقل تقدري توصلي لجمعيات خيرية من اللي بيساعدوا حالات شبه حالتك، وأكيد هيساعدوكي بفلوس أو بعلاج صح؟ أو حتى وزارة التضامن الاجتماعي أكيد هيساعدوا. وقولي لي عملتي ايه يا صابرين، انا هستنى منك رساله جديده وعايزه اطمن عليكي، ورب يجعلنا سبب انه الناس كلها تتعلم منك ومن قصتك ومن حكايتك ويعرفوا المخدرات اخرتها ايه، ونبطل بقى مش هنعدل مزاجنا ونيجي على عائلتنا، مفيش حاجه اسمها كده. بشكركم جدا ومستنياكم في قصه جديده، بس تكون قصه حقيقيه. باي باي.